متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من الدار البيضاء. كيف ما ديما فاحنا كل صباح كنقولوا الحصيلة ديال الإصابات بفيروس كورونا. بالنسبة اليوم الصباح أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8734 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7725 حالة بعد تماثل 29 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 212 حالة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 398260 حالة. وكيف ما ديما فوزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. يا ربي ترفع لنا هذا الوباء هذا، وان شاء الله ترجع الحياة الطبيعية كيف ما كانت. ولكن كيف ما ديما كنقول بانه خاصنا احنا كمواطنين نلتزموا، يعني كيف ما كنشوفوا المجهود اللي كديروا وزارة الصحة ولا الامن ولا اي واحد، فاحنا كذلك مواطنين خاصنا نلتزموا، والالتزام اللي خاصو يكون عندنا هو اننا نخرجوا بلا كمامات، نخرجوا بلا كمامات ضروري الكمامات، كذلك وسائل ديال التنظيف والتعقيم ضروريين، مسافه الامان خصوصا دابا ان بزاف ديال المحلات اللي استأنفوا النشاط ديالهم، فضروري نبقاو نخليو مسافه الامان بيننا وبين الشخص الثاني. ويا ربي يترفع لنا هذا البلاء هذا. غنعاود الحصيله بالنسبه للناس يلا التحقوا بنا على المباشر. اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 42 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الاحد، ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابه المؤكده بالفيروس بالمملكه الى 8734 حاله. يعني وصلنا دابا ل 8734 حاله. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7725 حالة بعد تماثل 29 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 212. عدد الوفيات ما تزادش الحمد لله، يعني بقينا في 212 حالة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 398260 حالة. وكيف ما ديما فوزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. الحمد لله على كل حال، والأهم حاجة أنا ندعي الله سبحانه وتعالى أن هادشي كله يمشي وتكون أزمة وغتفوت إن شاء الله بإذن الله. غير حنا نحاول نبقاو واخدين الاحتياطات ديالنا، وما نحاولوش أننا نستهتروا بهذا الوباء هذا ونقولوا صافي راه إن شاء الله، نبقاو في الاحتياطات الاحترازية ديالنا، وإن شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير وتكون أزمة إن شاء الله وتفوت. كنشكركم على تتبعكم لهذا المباشر، وإن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر.